فينا ما بيفرحش لما يتصور صورة حلوة؟ طب مين فينا مش هيفرح لما يترسم رسمة حلوة؟ لما حد يرسم لك صورة ويجيبها لك هدية لازم تعرف إنه بيحبك قوي وعمل مجهود عشان يفرحك برسمة من إيدين عم مصطفى. عم مصطفى منورنا في أهالينا. أهلا 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 بحضرتك، عرفنا بنفسك. اسمي مصطفى أحمد مصطفى حسين، المهنة في البطاقة محامي، لكن أنا من وأنا في الطفولة وأنا بعشق الرسم، فحاولت أخش فنون جميلة، للأسف كنت راسب في الامتحان. القدرات؟ آه. طب ثواني بس ما تاخدناش في دوكة، إمتى أول مرة وأنت صغير مسكت الورقة والقلم ورسمت، ومين اللي أخد باله من أهلك؟ من وأنا عندي 4 سنين أو 5 سنين. آه. وأنا في الكتاب في السنة الأولى اللي بيقول عليها كي جي وان دي، كان زمان ما فيش حاجة اسمها كي جي، كان في حضانة أو كتاب. آه. فوالدي الله يرحمه كان بيشجعني وكان بيعجبه قوي الرسم بتاعي. تمام. ومهم قوي دور الأسرة في اكتشاف المواهب وتنميتها بالنسبة لأي طفل. طيب لما باباك أخد باله إن أنت بتحب الشخبطة والرسم، ابتدى يعمل معاك إيه؟ ابتدى يجهز لي كل أدوات الرسم. حضرتك كان عندك الموهبة والأهل اكتشفوها وابتدوا ينموها. سنة ورا سنة محدش بقى قال لك خد شهادة غير الرسم، ما كانوا معارضين ولا موافقين إن حضرتك تدخل فنون جميلة؟ والله كانوا بيعارضوني وعاوزيني إن أنا أتبه لدراستي الحقيقية اللي هي لسانس الحقوق ودراسة القانون يعني، لكن أنا كنت في الخفاء بمارس الاحتراف في الرسم. إزاي بقى؟ كنت بتعمل إيه من وراهم؟ بقعد أرسم صور ناس وأصدقاء وزباين. كنت محترف بكسب يعني. يعني كنت بترسم الصور وبتبيعها من وراهم؟ آه. ده الكلام ده كان سنة كام؟ 68 وما حولها. طيب كنت ساعتها بقى بتبيع الصورة بكام؟ ب60 قرش. كلمني بقى عن يوم نتيجة الثانوية العامة ولحظة ما قررت تواجه أهلك إن أنت عايز تدخل فنون جميلة. الأهل كانوا بيرفضوا، بيقولوا لا اتبه لحاجة أقيم شوية، لكن المفاجأة إن أنا كنت غير لائق رسم الفنون، ومع ذلك أشهر دكتور فنون حاليا في مصر. أحد تلامذتي. يعني كان وهو طالب في حقوق هو فنون جامعة الإسكندرية. كنت بعلمه. طيب حضرتك ما توفقتش في اختبار القدرات بتاع كلية فنون جميلة. أيوة. ونقدر نقول ان ربنا كان كاتب لك ان انت تدخل كلية تانية. أيوة. يعني زي ما بيتقال كده بناء على رغبة الاهل. بعد ما حضرتك اتخرجت من الكلية مارست المحاماة لفترة قد ايه؟ فترة طويلة والله، لكن كنت بختار نوعيات معينة من القضايا. زي ايه؟ زي الجنائي اللي هو العقوبات. وللحاجة العجيبة إن الأحكام القاسية في العقوبات، ولتكن مثلاً الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن، دي جلسة واحدة أو اتنين وبتخلص. لكن المدني ممكن تقعد 20 سنة. المدني يعني واحد يتخانق على قطعة أرض، على شبر، على مش عارف إيه كده يعني. حضرتك وصلت لأي درجة من درجات المحاماة؟ استئناف عالي ومجلس دولة، ولكن اللي الناس ما تعرفوش ان المحامي النقد ده يعني مجرد سنوات، يعني المفروض ان انا اكون نقد من زمان. بس انا توقفت لحد جمدت النشاط. طيب اثناء الفترة هنقول مثلا 10-15 سنة محاماة، كان الفن فين في حياتك؟ الرسم كان فين من حياتك؟ وانا في الجلسه كنت برسم. برسم القاضي، برسم عضو النيابه. كاتب الجلسه. المتهم. كنت بحب بيني وبين نفسي ارسم سكتشات يعني. وفي الوقت ده هل حضرتك بقى تزوجت انجبت فتره المحاماه؟ انا تزوجت وانا طالب في كليه الحقوق. فعلا؟ في سنه ثالثه. ايه ده؟ وكنت بحب بنت زميلتي جدا. كانت اسره راقيه قوي،
يعني مش عاوز اقول احسن مننا، هي بالفعل احسن مننا ما شاء الله، لكن لما وجد انه في حب وفي رغبه مشتركه وافقوا. واتجوزت وانت في سنه ثالثه؟ ايوه. وعشت مع اهلك بقى ولا فتحت بيت مستقل؟ فتحت بيت مستقل. وانت طالب ازاي بقى؟ وانا طالب كنت بكسب جامد. من الرسم. من الرسم. وكان جميع الناس بتتعامل معايا. حضرتك انجبت اولاد قد ايه؟ ثلاثه. صبيان ولا بنات؟ اتنين صبيان و والدكتوره لبنى. والدكتوره لبنى. طيب زوجة حضرتك كان ايه موقفها من الرسم؟ كانت بتقول لي انت بتحب الرسم علشان بيجيب لك فلوس على طول وانت قاعد في البيت. كنت منتج لوحات في البيت. سؤال بقى بيني وبينك كده، رسمت من الولاد كم مره؟ مرات يعني؟ رسمتها وكانت بتزعل قوي تقول لي ما اوعى ترسمني. ليه؟ لان كنت برسم كاريكاتير. اوكي. يا راجل بقى راسم الفن وهي ما... طب قبل ما تقول لها انك بتحبها. على فكره انا كنت رسام كاريكاتير في الخارج. مشهور قوي في الكويت مثلا. كنت في جريده القبس و جريده ثانيه اسمها الجماهير بتاع الشيخ فهد الله يرحمه. الله يرحمه. واخو امير الكويت. وكنت يعني ومجله اسمها الرساله. ما شاء الله. يعني كنت رسام كويس قوي. ما شاء الله. طيب اللحظه اللي حضرتك خدت فيها القرار ان انت خلاص مش هتضيع وقت في المحاماه تاني وهتتفرغ للفن، موقف ام الولاد كان ايه؟ كان سعيد. طيب ممكن اقول انا حاجه؟ اتفضلي. والدتي كانت سعيده جدا بالرسم لان هي كانت انسانه راقيه جدا وحساسه، وكانت بتشجعه على الرسم جدا اكتر من المحاماه، مع ان هي كانت لسانس حقوق زيه. زيه. لكن كانت بتحب الرسم عشان كان بيخليه قاعد في البيت. اوكي. ده قصه حب عظيمه. قصه حب عظيمه جدا. طيب انت يا لبنى انت ورثتي من بابا الرسم، بس خلينا قبل ما ندخل عندك نرجع بقى تفتني لنا عليهم شويه. اوكي. هل انت كنت واعيه وكبيره في اللحظة اللي بابا قرر فيها انه يتفرغ من المحاماة للرسم؟ هو في الحقيقة والدي ما تفرغش تماما من المحاماة للرسم، لأن هو جهبز وعلامة في مجال القانون، وزملائه من المحامين بيستعينوا بيه في كتابة المذكرات والمرافعات. كلميني بقى عن بداية موهبة الرسم عندك، ابتدت امتى؟ ابتدت منذ نعومة أظافري، من قبل ما أدخل كي جي 1. إزاي؟ أنا يعني أنا البنت الوحيدة، ومعروف إن البنت بتحب أبوها طبعاً قوي. بنت أبوها. أيوة. أكتر حتى من أي حد تاني في الأسرة، فأنا كنت شديدة الالتصاق بيه، يعني كنت دايماً بجري وراه حرفياً في كل مكان. فأول ما ألاقيه قاعد بيرسم أقعد جنبه. كان مكاني المفضل طبعاً من وأنا صغيرة أقعد على حجره. اقعد جنبه. اقول له بابا اديني، وكنت ساعات اعيط ان هو عايز يخلص شغل وانا عايز ارسم، فيقول لي طب خدي الورقه دي شخبصي فيها، خدي، طب انا هعمل لك لوحه صغيره، طب لوحه على قدك، لوني ارسمي. والله وكان شغلها بيتباع. والله كانوا بيحبوا شغلها جدا على انه في فن. طفوله بريئه. يعني ما شاء الله. اول لوحه رسمتها حاجه غريبه جدا، اول لوحه رسمتها كانت بالوان الاكواريل، اللي هي يعتبر اصعب فن، اصعب انواع الفنون. طبعا الالوان الوان ميه، في الوان فحم، وفي الوان باستيل، وفي زيت، وفي الوان مائيه اللي هي ثلاث انواع، اكواريل وجواش واكليريك. فالاكواريل هي ارقاها واصعبها، لان لو ده اللي انت ابتديتي بيه. ده انا كنت بقعد جنبه، ففي لوحه باظت منه، فقال لي خدي شخبطي هنا. فقعدت ارسم ارسم ارسم، والمفاجاه بقى ان هو حطها في وسط الرسومات. واداها لشخص بيفهم في الفن جدا. شخص يعتبر كانه اجنبي او خواجه، مش مصري حتى. اول ما شافها بص لها بتمعن كده وقال لي الايد دي ايد غريبه، مش ايد حد يعني كبير او محترف، فحطها في اللوحات اللي هو اختارها. اصلا كان عندك كام سنه بقى؟ قبل ما ادخل الحضانه يعني، مش فاكره. بس يعني خمس ست سنين. مثلا. ولما خدها يعني بابا قال لي ساعتها لوحتك يا لبنى اتباعت. دي حاجة عظيمة، لأن طبعاً الشخص اللي خدها حد يعني فاهم قيمة في الفن وبيفهم في الفن. وعشان يعني طبعا كنت لسه صغيرة قوي مش هينفع اخد الفلوس، جاب لي شوكولاتاية كبيرة. ضحك عليكي بشوكولاتاية. تمام. وبعد كده دخلتي المدرسة. المدرسة. واستمرت معاكي هواية الفن. ايوه. بعد كده بقى دخلتي كلية ايه؟ دخلت كلية الآداب، قسم دراسات يونانية ولاتينية. وما دخلتش فنون، لان برضو نفس المفارقه اللي حصلت مع بابا، سقطت في القدرات. فانا كنت برضو في الناحيه الثانيه كنت بحب جدا دراسه اللغات.
ومن وانا صغيره كان عندي الملكه ان انا بحب ان انا ادرس لغات انجليش وفرنش واسبانيش وايطاليان وكده. فالحمد لله دخلت مجال تاني، وبرده في حصلت مفارقه تانيه اعظم. ايه بقى؟ ان القسم بتاعي يعني الفن يعتبر اتجسد في معظم اللوحات العالمية. يعني أنا درست كملت بعد كده بعد الليسانس ماجستير في الأداب، قسم خصوصا الأدب اللاتيني والأساطير الإغريقية أو الأدب الكلاسيكي. معظم الفنانين العالميين جسدوه في لوحاتهم اللي هو فن الأساطير، زي لوحات جون بول روبنز وكونستابل وفرانسوا بوشي، وكلهم رسموا لوحات عالمية. لدرجة وأنا بعمل رسالة الماجستير بتاعتي أرفقت في آخر الرسالة يعني فصل كامل للوحات اللي هي بتاعت العالمية، والفصل ده حاز على إعجاب المناقشين جدا، واستغربوا إن اللوحات دي إزاي هما كانت يعني المفروض يحطوها في كتبهم وفي كل، واعتمدوها بعد كده إن كل حد يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه يحط في الاخر صور على لوحات رسومات. طيب طبعا كده كده اكيد بابا كان بيشجعك جدا. دور بقى اخواتك الكبار وماما كان ايه؟ والدتي زي ما قلت يعني هي على فكره مساله جينات برضو. يعني هي كانت راقيه وحساسه ورقيقه وذواقه. يعني هي كانت تقدري تقولي عليها ليدي. مش ست عاديه ما شاء الله. فهي بالنسبه ليها كانت بتشجع دايما على كل حاجه حلوه. فهي كانت كده، وكانت طبعا بتشجعني على الرسم، بس كانت اكتر بتشجعني هي كانت برضو اللغات. خذي بالك يعني انا طلعت بحب اللغات زي هي، كانت شاطره جدا في الانجليش وكانت بتشجع اكتر على الدراسه، بس عمرها ما قالت لحد قوم ذاكر او كده. هي بتسيب الواحد يعني براحته. بس يعني لما شافت فيا موهبه الفن والحاجات دي كانت مبسوطه. طيب دلوقتي هو بيت واحد فيه اتنين فنانين، الاب والابنه. ابتديتوا بقى توحدوا مجهودكم ازاي او تستغلوا بقى؟ هو خلاص تفرغ من المحاماه. وانت خلصتي الماجستير، ايه بقى المرحله اللي بعدها اللي انتوا الاتنين حطيتوا ايديكم في ايدين بعض ونزلتوا الشارع؟ أنا قلت لوالدي أنا مش عايزة أبقى أي حاجة تانية غير إن أنا أبقى رسامة. لأن في حكمة شهيرة بتقول اعمل ما تحب ولن تضطر للعمل ولو ليوم واحد. لأن أنت بتعمل حاجة أنت بتحبها فأنت بتمارس هوايتك. بالظبط. أنت مش صاحي مغصوب إن أنت تنزل تروح شغلك. أنت حابب اللي أنت بتعمله. فأنا قلت له أنا مش عايزة أبقى أي حاجة تانية غير إن أنا بحب الرسم. تمام. وهو ده المجال اللي أنا همتهنه. تمام. يعني ما تحاولش إن أنت تخليه تحطني في قالب أو وظيفة مملة، بالنسبة لي هتبقى مملة. فقلت له أنا عايز أنزل معاك أشتغل في الشارع، قال لي هيبقى صعب عليكي. قلت له لا مش صعب عليا، أنا عارفة إزاي إن أنا هظبط سلوكي وهبقى قوية في مواجهة أي حاجة مش كويسة. والغريب والعجيب والمريح والحمد لله إن أنا ما لقيتش غير الاستحسان وكلمات الإطراء والإعجاب والتشجيع، بل بالعكس شجعت ناس كتيرة قوي وبنات ان هم يقولوا لي احنا عندنا الهوايه ازاي ننميها، ازاي بتدي كورسات. طيب ممكن ان احنا في يوم من الايام نيجي نقعد جنبك. طيب فانا شايفه ان ده فكره كويسه طبعا، يبقى في مصر حي لاتيني، حي فيه مبدعين فنانين. وعلى علمك الفن اساسا انثى. يعني المراه هي رمز، هي طبعًا رمز وعنوان الجمال، رمز الجمال. يعني لولا المراه ما وجدت الموسيقى، ولا وكان اغلق بائع الورد دكانه وكانش فيه يبقى فيه ديكور ولا حس طبعًا فني في البيوت. طيب نرجع للاستاذ مصطفى، كلمني بقى عن زباينك من المشاهير. رسمت مين من المشاهير؟ رسمت مثلا نجلاء فتحي اول ما طلعت سنه 70 او 69 70. ورسمت الله يرحمه المخرج كمال الشيخ في عماره الايموبيليا. ورسمت محمد عبد المطلب بتاع ساكن في حي السيده. طبعا حبيبي ساكن في الحسين. و سمير الاسكندراني. وسمير الاسكندراني. وفريده سيف النصر. وفريده سيف النصر. ومادلين طبر. ومادلين طبر رسمتها في معرض بيكاسو. بيكاسو في الزمالك في شارع حسن عاصم. ومحمود عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. طلب مني رسومات زيتيه عشان يهديها لناس معينه. وكان بيفهم في الرسم وبيرسم ورد بس.
على فكره كان دمه خفيف جدا، كلمني وانا سواء جدا جدا كلمني وانا صغيره في التليفون، وانا طبعا فرحت قوي طبعا، فكنت ساعتها لسه في ثانيه اعدادي، فانت عارفه البنات الصغار بيبقوا عايزين يكبروا فقال لي انت في ثانيه ابتدائي، قلت له لا ثانيه اعدادي انا كبيره قال لي صوتك كانك في ثانيه جامعه. يا حبيبي يا حبيبي الله يرحمه. ومين تاني؟ وصلاح طاهر الفنان المصري العالمي رسمته وكان على خلق فوق الوصف في الزمالك، وكان عنده مرسم في الزمالك يعني. تمام. طيب من نقطة بقى المرسم أجي لسؤالي، ليه حضرتك ما فكرتش تفتح مرسم أو جاليري ليك أنت ليكوا أنتوا الاتنين؟ أنا بعتبر الشارع معرض، بس معرض واسع، معرض كبير، مفيش معرض قد الشارع أبداً. تمام، بس ده ممكن يكون مناسب ليك كراجل، لكن بنوتة معاك هي عشان قاعدة معايا فحاسة بالأمان المطلق طبعا، والناس عرفتها وبتحترمها أكبر احترام يعني. طيب فكرت إن أنت تعمل معرض تعرض فيه لوحاتك وتبيعها؟ كذا مرة وكتير، وفي نفس الوقت إحنا بنكسب من الرسم أحسن من أي وظيفة. تمام. يعني في لحظات ممكن أرسم سكتش أو منظر من الطبيعة الشخص بيدفع فيه أي مبلغ بطلبه، وأنا مش مغلواني يعني، أنا أحب هدوء الأسعار. طيب سكتش زي اللي ورانا ده كده سعره كام؟ دي 250 جنيه. تمام. علشان فيها شخصين يعني. لو طب لو شخص واحد؟ لو شخص واحد احيانا 200 واحيانا 100 و150 كده يعني اسعارك في متناول الجميع. طبعا. ما فكرتيش تشجعي بابا ان انتوا تاخدوا شو روم وتعملوا معرض ثابت او الكلام ده؟ بالنسبه للمعارض هي حاجه طبعا رائعه، مش بس عشان الناس يعني اسم الفنان او كده، هو مجرد ما الواحد يعمل معرض في اتنين في تلاته هيتعرف، بس الاهم من كده ان انت تتعامل مع الجمهور العادي، مش الطبقة المعينة محصورة اللي هي بتروح المعارض والأماكن اللي هي بيبقى فيها الفن. التعامل مع الإنسان البسيط العادي هو ده النجاح الحقيقي. طب فكرتي تدي كورسات فعلا؟ طبعا طبعا، لأن أنا يعني اللي عايز يتعلم يعلم. صح. يعني كل ما أنت تيجي تعلم حد في الحقيقة أنت بتثبت المعلومة في دماغك أنت أكتر. وهي حاجة حلوة جدا إن أنت تشجع المواهب. الإنسان مش المفروض إن هو يكون أناني أو يستأثر بالمعلومة لنفسه، مش حاجة حلوة يعني. لو ما كانش التعليم حاجة قوية ما كانش بقى اعتاق الناس زمان أيام في بداية الإسلام، يبقى إن أنت تعلم مثلا 70 طفل من أبناء المسلمين، فهي حاجة حلوة جدا. وإنسنياري إيه استودياري، يعني أنت تعلم، أنا درس إيطالي هو إن أنت تذاكر كأنك أنت بتذاكر لنفسك، فهي حاجة حلوة. حلمك اللي جاي إيه؟ إن ربنا يرضى عليا بس، مش عايز حاجة. ربنا يرضيك ويرضى عليك دايما. لبنى حلمك اللي جاي إيه؟ إن الدنيا تستقر، والناس كل ما يبقى في استقرار كل ما الناس هتتشجع على إن هم يحبوا الحاجات اللي هي مش يقبلوا على الفنون، مش 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 إجبارية لكن كماليات. فيحبوا الفن أكتر، يبقى عندهم وقت للرفاهية. فلما يبقى في استقرار الناس تنبسط، تشتروا لنفسهم فيه، يسعدوا. أنا اللي سعيدة إن أنتوا نورتونا في أهالينا حقيقي، أنتوا يعني حقيقي أب إدى لبنته كل الدعم والاحتضان، والبنت ما خذلتوش، وإن شاء الله نجي لكم تاني وأنتوا أساميكم على أكبر اللوحات العالمية. نورتونا في أهالينا. شكرا جزيلا. الله يخليكي وربنا يحميكي ويعليكي يا رب. ربنا يبارك لك يا رب ويرضيك. شكرا جزيلا.